معقول هالحكي؟ أكيد الأرض ما انشقت وبلعته لهاد آدم سولمر. عن جد شي بجنن. شوفي مين هذا آدم سولمر؟ هذا المواطن اللي ضايع سيدي، من فترة بلغت عيلته عنه إنه ضايع. هون شعبة مكافحة الجرائم المنظمة ولا أنا غلطان؟ مو هيك القصد طبعاً، بس الشغلة بتمسنا نحن يا حضرة المدير، بعدين بشرح لك. ماشي، لا أقولك شو ناطري؟ حاضر سيدي. منيح اللي قلتوا شباب، رح نتصرف فوراً. ايه هيك أحسن. يلا نعم أخي. في أخبار مو حلوة. اسمعني جيم، عم يدوروا على مدير أمنكم آدم الضايع. عن جد؟ اسمعني، إذا دخلت هلأ رح يشكوا إنه في شي بيننا. صارت الشغلة عليك، انتبهوا على حالكم. ماشي، رح أهتم أنا بالموضوع. جنيد لوين؟ اتصلت فيلدان وقالت إنه بنتي عاملة مشكلة بالمدرسة، رح شوفها. وإنتي عجلك شوي، خليهم يحسبوا كل شي بدقة مشان المشاكل.